نحن الآن بجانب معبر عون الدادات، المعبر الواقع جنوبي مدينة جرابلس بمسافة تقدر نحو 20 كيلومتر. هذا المعبر هو المعبر الرئيسي في المنطقة الذي يربط مدينة منبج في مدينة جرابلس وريف مدينة جرابلس. يعتبر هذا المعبر الوحيد في هذه المنطقة الذي يصل مناطق سيطرة قوات النظام بمناطق سيطرة الجيش الوطني السوري. يقصد هذا المعبر أهالي محافظة إدلب وأهالي ريف حلب الشمالية والشرقية على وجه العموم للذهاب إن كان إلى محافظة حلب أو مدينة منبج أو باقي المناطق الأخرى التي تقع تحت سيطرة قوات النظام. يظهر على الشاشة الآن أمامكم. أما المعبر المدني يعمل بشكل رسمي منذ 3 أيام تقريبا. المعبر المدني مدة عمله ساعات الصباح الأولى الباكرة يكون في ذروة العمل وقمة العمل تحت إشراف الجيش الوطني السوري وأمنيا طبعا، أما إداريا هو تحت إشراف أشخاص إداريين تم فرزهم من قبل إن كان مجالس محلية أو إن كان إدارات مدنية. هناك أيضا ساحة تسمى ساحة عون الدادات، تتجمع الأهالي في هذه الساحة ثم ينطلقون إلى الكراج المتواجد في قرية الحلونجي. يتم من الكراج التوجه إلى المناطق التي يريدون الذهاب إليها إن كان محافظة إدلب أو مدينة عزاز أو مدينة الباب أو حتى مدينة جرابلس. المعبر يعمل منذ 3 أيام، أما التجاري مغلق منذ بداية عملية نبع السلام العسكرية. بدر كجك حلب اليوم من معبر عون الدادات في ريف حلب الشرقي.